الحقيقة في اليمن تتلطخ بالدماء، لكنها تأبى أن تغيب. فكيف تغيب وخلفها أناس وهبوا أنفسهم لها؟ حتى تلك المخاطر الجسيمة، من ترافقهم دائما أثناء نقلهم لها يحرصون على تتبعها أينما وكيفما وجدت. عام 2017 هو الأسوأ على صحفيي اليمن، الوقائع على الأرض تقول ذلك. أما ميليشيا الحوثي والمسؤولة عن هذه الانتهاكات بحقهم، والتي حاولت خلال الأعوام الماضية وقف دور الإعلاميين ثم إخفاء انتهاكاتها بحقهم بعد ارتكابها أو جعلها على الأقل في دائرة من ظلام، فشلت في ذلك. نقابة الصحفيين اليمنيين أطلقت تقريرها السنوي، قالت فيه إنها رصدت 300 حالة انتهاك خلال العام المنصرم. تلك الأرقام سلطت الضوء على أوجه المعاناة اليومية والمستمرة للإعلاميين، إذ عاش الصحفيون خلال العام الماضي أسوأ الانتهاكات بدءا بالقتل وانتهاءا بالتهديد. قائمة الانتهاكات المعلنة من نقابة الصحفيين اليمنيين تنوع مرتكبوها، وإن كانت جماعة الحوثي متصدرة لها بواقع 204 حالات، تلتها جهات حكومية تتبع حكومة الشرعية والتحالف العربي، فيما لا يزال هناك 14 صحفيا مختطفا، منهم 13 صحفيا لدى الحوثيين منذ ما يزيد عن العامين. لم تتوقف الانتهاكات عند حد الاعتداءات والقتل والاختطاف فقط، بل وصل إلى مستوى إصدار لوائح قمعية من وزارة الإعلام التابعة لجماعة الحوثي، حين أصدرت الأخيرة مؤخراً لائحتين خاصتين بالإعلام المرئي والمسموع والمقروء وحتى الإلكتروني، تتضمن نصوصاً قمعية على وسائل الإعلام والصحفيين، بالإضافة إلى إصدارها تعميماً للمطابع بمنع طباعة الصحف أو المنشورات إلا بالرجوع إليها. مع ذلك يواصل الصحفيون عملهم، فلا شيء يقف أمامهم ولو كانت ميليشيا مسلحة يمكنها أخذ حياتهم ثمنه.